يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا سأسافر للخارج بالطائرة ووجدت خطوط طيران أجنبي أقل سعرا من الطيران السعودي بحوالي 1000، ولكن هذه الطائرة تقدم الخمور لركابها، فهل علي إثم إذا ركبت هذه الطائرة؟ نعم، لا تركب في طائرة فيها الخمور، تدار فيها الخمور، واركب في طائرة خالية منها ولو كانت أكثر قيمة، ويعوضك الله سبحانه وتعالى. نعم.